مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد الذي سنتعلم من خلاله كيفية استهلاك API الخاص بدرجة الحرارة لبلد ما. هنا في موقع Open Weather Map، وهو موقع خاص بقياس درجة الحرارة للعديد من المدن عبر العالم. فخادم هذا الموقع يرتبط ب خوادم قياس الحرارة المحلية. هنا نضغط على API و Current Weather Data. في هذا المثال يقولون إن ناتج هذا URL فهو JSON، يحتوي على معلومات حول الشروق مثلا والغروب ودرجة الحرارة لمدينة لندن في المملكة المتحدة. كما ستلاحظون فإن النتيجة فهي جيسون، حيث قمت بتنصيب أحد الموديولات الخاص بكروم ليظهر جيسون بطريقة جميلة. نستطيع مثلا تغيير هذا URL، مثلا مدينة مراكش ما في المغرب. يقولون أن السماء صافية وهذه هي درجة الحرارة. الجدير بالذكر أن درجة الحرارة هنا فهي بالكلفين وليس بالسلسيوس. إذن وجب طرح ناقص 273.15 للتحويل من الكلفين إلى السلسيوس. نأخذ هذا الرابط ونضعه في فاريابل URL هكذا، ونقوم بتحميل موديول ال HTTP HTTP require HTTP. نقوم بال HTTP GET لل URL والحصول على النتيجة في الريسبونس، فهي ستريم حيث أن الريسبونس تحتوي على الهيدر والبودي. كما قلت لكم في الدروس الأولى فإن النتيجة لا تصل مرة واحدة، لذا وجب جمع القطع الصغيرة on data function data var d وفي النهاية نقوم ب العمليات التي تهمنا على النتيجة، فالنتيجة فهي جيسون. لتحويل جيسون من شين دو كاركتر إلى أوبجي، نقوم بعملية جيسون بارس. جيسون بارس دي. نقوم مؤقتا بطبع النتيجة والدخول إلى نحن في الدرس التاسع، حيث أن الكودات الخاصة بالدروس ليست هي نفس الكودات الخاصة بأرقام الفيديوهات على اليوتيوب. في الدرس العاشر كما تلاحظون فإننا نحصل على النتيجة. هنا خطوط الطول والعرض، الإحداثيات باستخدام خطوط الطول والعرض الخاصة بمدينة مراكش، وهنا سان رايز وسان سيت، الشروق والغروب. فهذا الرقم فهو وقت يمكن تحويله إلى ساعات ودقائق وثواني. هنا الحرارة بالكلفين والحرارة القصوى والحرارة الدنيا والضغط وارتفاع البحر، أيضا الرطوبة. ما يهمنا في هذا الدرس هو الحرارة فقط. نستطيع استخلاص ميل وانتم ناقص 273.15، نضيف رمز سيلسيوس
ستكون الأمور على ما يرام. درجة الحرارة الآن بمدينة مراكش فهي 14 درجة. في هذه المرحلة نستطيع خلق الأرضية الخاص بنا وتسجيله مثلا في قاعدة بيانات لحساب المعدل. نقوم بتنظيم الأشياء قليلا. New dates هكذا. console.log message. لتكرار هذه العملية نستطيع القيام ب set interval function كل مثلا 3 ثواني. نضع هذه الأشياء داخل دالة get مراكش temp. بعملية لدونتاسيون فإني أستعمل تاب ولا أستعمل فراغ. هنا جيت مراكش تام. بعد مرور 3 ثوان يطبع الحرارة وهكذا. إذا كنتم مهتمين بتحليل هذه المعطيات تستطيعون وضعها داخل ليست مثلا أو قاعدة بيانات. وكان هذا هو الهدف من هذا الدرس وشكرا.